باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. سنكسار، اليوم السابع عشر من شهر أبيب المبارك. استشهاد القديسة أوفومية، استشهاد القديستين تكلا ومرثا من إسنا. في مثل هذا اليوم من سنة 304 ميلادية استشهدت القديسة أوفومية. ولدت هذه القديسة بمدينة خلقدونية من أبوين تقيين، وترعرعت على محبة التقوى والفضيلة. ولما ثار الاضطهاد على المسيحيين في أيام الإمبراطور دقلديانوس، قبض عليها بروكسوس والي آسيا الصغرى مع بعض المسيحيين وأمرهم بأن يذبحوا للآلهة، فرفضوا فعذبوهم وطرحوهم في السجن. أما أوفومية فأراد الوالي أن يربحها بالملاطفة، فأجابته: أنا مسيحية، لا شيء يمكنه أن يفصلني عن محبة المسيح. فأمر الوالي بوضعها على دواليب مسننة فتمزق جسدها، ولكن الله شفاها. فغضب الوالي وأمر بجلدها وطرحها في النار وهي تتشدد محبة في الملك المسيح، ثم رشمت علامة الصليب أمام الجميع. وأخيرا ألقاها الوالي للوحوش فلم تفترسها، ثم فاضت روحها الطاهرة ونالت إكليل الشهادة. فجاء أبوها وأمها وبعض المسيحيين وأخذوا جسدها الطاهر ودفنوه في قبر جديد، وكانت رائحة زكية تفوح منه. ثم بنوا كنيسة على اسمها في مدينة خلقدونية بعد انقضاء زمان الاضطهاد. بركة صلواتها فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 303 ميلادية استشهدت القديستان تكلا ومرثا من إسنا. وذلك أنه لما ذهب إريانوس ولأنصنة إلى مدينة أرمنت، هرعت إليه امرأتان اسماهما تكلا ومرثا، واعترفتا أمامه بالسيد المسيح. فالتفت الوالي إلى من حوله من أهل أرمنت وقال لهم: كيف تقولون أنه ليس في مدينتكم مسيحيا واحدا؟ فأخبروا الوالي أن هاتين المرأتين من إسنا وليس من أرمنت، فأمر بقطع رأسيهما بحد السيف، ونالتا إكليلي الشهادة. بركة صلواتهما فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبدية، آمين. دفنار، اليوم السابع عشر من شهر أبيب المبارك. شهادة القديسة البارة أوفومية. كان الاضطهاد على الكنائس في كل العالم وعلى المسيحيين. وكانت امرأة حكيمة عفيفة اسمها أوفومية، مؤمنة بالمسيح، وقد استشهدت على اسم المسيح على يد الملك دقلديانوس. وذلك أنها كانت جالسة ذات يوم فأبصرت شهداء وسلاسل في أعناقهم وهم يجرونهم مثل الكلاب، فحين رأتهم احترقت بالروح وبكت وناحت ولعنت الملك لأنه صنع هكذا مع هؤلاء القديسين. فلما سمع الملك النجس بهذا أمر أن يحضروها ويتقصوا منها عن معتقدها، فأقرت ولم تنكر وقالت: إني أنا مؤمنة بالمسيح يسوع وأبيه الصالح والروح القدس. فعذب هذه القديسة بكل العقوبات المتنوعة، وآخر هذا طرحت في النار وأكملت جهادها وسلمت روحها ونالت إكليل الشهادة مع المسيح يسوع في ملكوته. بصلوات القديسة أوفومية، يا رب أنعم لنا بغفران خطايانا. أعطى فرحا لنفوسنا التذكار المكرم الذي لشهيدة المسيح القديسة أوفومية. أي لسان لحمي يقدر أن يمدحها ويقص كرامتها وأمانتها ورجاءها؟
هذه تركت عنها العالم وشهواته الكثيرة وفرقت كل أموالها على المساكين، لأنها تذكرت القول الذي قاله الرب لذلك الصبي: إن كنت تريد أن تكون كاملة أعطي جميع مالك للمساكين. ثم بعد ذلك أرسل الملك دقلديانوس خلف هذه الشهيدة الطاهرة القديسة أوفومية وقال لها: ارفع البخور وأنا أعطيك كرامات كثيرة. فلم توافقه بل لعنته هو وأوثانه. حينئذ أمر أن تعذب بكل عذاب متعب وأن يطرحونها في النيران، فأسلمت نفسها المحبة للإله بيد يسوع المسيح ونالت الإكليل غير المضمحل الذي للشهادة، ومضت إلى أماكن النياح التي أعدها المسيح لمحبي اسمه القدوس في أورشليم السمائية. اطلبي من الرب عنا يا عروس المسيح القديسة أوفومية ليغفر لنا.